এবং সৌন্দর্য বর্ধিত হওয়া মানে করলে আফগান সালাম তারপর আফগান সালাম কে উল্লেখ করুন না التشهد الأخير ثم تكبيرة الإحرام ثم السجود الأربع السابع ثم قراءة الفاتحة على الأسفل. الأول القيام مع القدرة إلى اللابد في القيام في صلاة الفريضة كان يقدر على القيام فقط شكرا لك دعونا من صلاة الفريضة أما إذا صلى النافلة جالسا فصلى صحيح على أن يأخذ نصف أجر الله. طبعا كل تجدي نهار صلاة بشر قوية تعال صلاة بشر قوية طبعا أمدن صلاة تعالي قولي جسد صلاة تعالي قولي جسد إيمان قوية إذا لابد من القيام في صلاة الفريضة على المستطيع طبعا صلاة نهار صلاة طبعا أما العاجز الذي لا يقدر على القيام مثلا كان عفان الله يكون مشلول مثلا فهذا يصلي جالسا نعم الله يبارك فيك الله يسلمك ترى ليس إلا في وقتك الله هذا شغلك بكم اللهم آمين بأن ذكي مع الله بكتري تاكي ترشي بكتي وشي وطا ترشي وطا صلاة يكون تبريد مرد ترسل الثاني الثاني تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام ليس من رفع اليدين تكبيرة الإحرام هو قول الله أكبر تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام شكا أقول شكا الله أكبر مظلومي الله أكبر مظلومي شكا شكرا تكبيرة الإحرام مانا فقط يدك ناي تكبيرة تكبيرة الإحرام وجه الله أكبر مانا الله أكبر مانا يدي ثم لا بد من قراءة الفاتحة في الفريضة وفي النافلة وفي كل ركعة. تيجي ربما تقول كلا سورة الفاتحة سورة الفاتحة كلا تفكر شجاع الله سنة الله شما صلي عليه كتب شما صلي كتب. لا بد أن يقرأ الفاتحة